قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات إن الحكومة وافقت بالإجماع على تعديل بعض نصوص قانون السكك الحديدية، وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي أن التعديل يتيح مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية، ولكن هذا لا يعني خصخصتها. وأكد أن عقد الالتزام مع القطاع الخاص وفقا للتعديل سيكون لمدة 15 عاما. دكتور مدحت، هل تجد من وجهة نظرك أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون الحل الأمثل للقضاء على قصور إدارة السكك الحديدية؟ أعتقد هذا. نحن في حاجة إلى مال خاص حتى يستطيع أن يحمي يعني ماله، يعني المال الخاص دائما حريص على حماية مصالحه. المال الحكومي حتى هذه اللحظة المال العام منتهك والجميع يطمع فيه، والحقيقة الإيرادات تذهب معظمها في كل القطاعات الحكومية تقريبا أو التي تديرها الدولة، وإن كانت قطاعات المسمى أنها اقتصادية تحقق خسائر أو معظمها يحقق خسائر نتيجة أنها تذهب معظمها في الأجور. المرافق مهمة جدا تتمتع فيها الحكومة باحتكار، وضع احتكاري في أكثر من أنك تبقى محتكر عشان تكسب، ومع ذلك تخسر لأن يعني الإدارة سيئة، إدارة مالية سيئة للغاية، قوائم مالية يعني بها عجز مزمن وبها مشكلات كثيرة جدا، إدارة أو شؤون إدارية مهترئة. وجود المال الخاص ووجود الإدارة الخاصة أمر مهم جدا. أشكال الشراكة الخاصة كتيرة، مش خصخصة زي ما الناس فاكرة فقط، مش بس خصخصة ملكية، هناك أشكال للبي بي بي أو تريبل بي، بابليك برايفت بارتنرشيب أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها ما يتم التطوير ثم تسليم، منها ما يتم التطوير والإدارة، وكما ذكر في الخبر قد تكون لفترة معينة، فترة امتياز، ثم تسلم أو يسلم المرفق. نتمنى أن يتم الاستفادة من الخبرات الخاصة، نتمنى أن يعني قطاع يعني ده قطاع مهم جدا، مرفق مهم جدا، سكك الحديدية المصرية تاني سكك حديدية على مستوى العالم، ما يصحش أبدا أن يبقى ده مستوى. عندنا أيضا نقل البضائع يعني يتم إجهاض أي محاولة لتطويره أو لإعادة إحيائه لمصلحة مافيا النقل بالمقطورات الذين يتسببون في وفيات تصل إلى 12,000 حادث وفاة في العالم، يعني إحنا نمرة واحد في العالم، كل عام 12,000 تقريبا على الطرق ضحايا حوادث، طبعا مش كلها بسبب المقطورات لكن جانب كبير منها.